جمعة السبت وحد كل يوم نقل مباشر لإحدى مباريات القسم الأول والقسم الثاني في البطولة. اليوم قمة الجولة التاسعة، قمة البطولة، قمة بطولة نسمة سوبر ليج. النادي الريد وولف أريانا صاحب المركز الرابع يستضيف جمعية ترونجا في مباراة كبيرة هي القمة. احنا خلينا توا نبدأ بتحضيرات الفريقين، تقرير ما قبل المباراة. تتواصل تخطيط قناة نسمة لبطولة نسمة سوبر ليج القسم الأول والثاني، وباش نشهدوا اليوم الجمعة قمة من نوع خاص بين نادي ريد وولف وجمعية ترونجا. مباراة قمة الجولة التاسعة من المجموعة الأولى باش تحدد بشكل كبير المنافسين على الصعود للبلاي أوف. الفريق المضيف نادي ريد وولف يحتل المركز الرابع ب 14 نقطة، ويعتبر من الفرق القوية دفاعيا، وين قبلت شيباكو 14 هدف كثاني أفضل حصيلة دفاعية. إذا كان زملاء عدي بالحاج السابقين يتخلفوا على الصدارة بفارق 3 نقاط، فإنه خصمه اليوم جمعية ترونجا يحتل الوصافة ب 16 نقطة. ولعل من أبرز ما تمت ملاحظته هو أنه أقوى هجوم في بطولة نسمة سوبر ليج ب 37 هدف بمعدل أكثر من 5 أهداف في المباراة الواحدة. قمة ريد وولف وترونجا باش تكون مهمة ياسر حتى للخصوم نتاعهم، لذلك حتى فريق منهم ماهو باش يرضى بنتيجة التعادل ويساوم في المباراة. الزوز باش يقاتلوا على الانتصار، فمن ستعلو كلمته على الآخر. كما شفنا كان هذا تقديم لقمة الجولة في بطولة نسمة سوبر ليج بين نادي ريد وولف أريانا وجمعية ترونجا، زوج جمعيات من أقوى ما فما يعني في بطولة كرة القدم المصغرة. أكيد بعد شوية المباراة باش نتابعوها مع الزميل فخري الطاهري، أكيد إن شاء الله باش نستمتعوا طوال 50 دقيقة من كرة القدم المصغرة. احنا خلينا توا نشوفوا التصريحات ما قبل المباراة، مسؤولين ولاعبين الفريقين. مباراة قوية اول حاجه، معناتها ناهيك احنا الثاني والثالث نلعبوا لبعضنا، معناها فهمتني، تفصلنا نقطه بينات بعضنا، معناتها تسمى مباراه، معناتها من فئه 6 نقاط، اللي يربح معناتها باش يبعد شويه على صاحب، مش برشا ماك تعرف معناها، حتى نفسانيا معناتها يقدم عليه وياخو عليه حتى صندوق سيكولوجي. التحضيرات كانت على مر على كامل اسبوع، اربع ايام بعد ماتش اوتيك الاخراني، كان ماتش كبير وحماسي ومشوق، خرجنا 4-4 مع صاحب التليعه، فما نتائج ايجابيه. نحاولوا الماتش هذا معناتها نجيبوا 3 نقاط. عندنا معناتها المنافس قوي معروف ترونجا، ونحاولوا نجيبوا 3 نقاط نتاعنا باش نقعدوا في كوكب التليعه ان شاء الله. اهم حاجه معناتها في العام هذا في البطوله هي التغطيه نتاع نسمه معناتها عطات شارم كبير، خرج في ايماج باهي، مع وصلت معناتها هي بتبعتها قناه العائله، وصلت ايماج باهي على الميني فوت، كانت معناتها هذه الهمزه الناقصه بين البطوله وبين الجمهور تاع الميني فوت، اللي هو معناتها الميني فوت توصل معناتها للاعماق نتاع الجهات ونتاع اللحوم الشعبيه. نسمه كانت تغطيه معناتها ممتازه، شفناها في برشا مقابلات، وان شاء الله تواصل معنا كيف في المشروع نتاع الميني فوت، وان شاء الله ننجحوا مع بعضنا. حضرنا كما يلزمنا نحضروا، مباراه صعيبه والنقطة وتروا بوان يلزمنا. مقابلة عادية فيها رهان نتاع على ترتيب البطولة، زوز فرق يعرفوا بعضهم، زوز فرق معناها من خيرة ما ثم في الميني فوت، وحتى فريق ريد وولف معناها شفناه الجمعة الأخرى قدم مباراة كبيرة مع فريق يوتيك، ونصوروا اليوم يحب زاد يبرهن على المردود هذاك. احنا زاد محضرين مليح المقابله، وعملنا زوز عثرات ما عندناش الحق باش نعملوا عثره اخرى اليوم. كما شفنا كانت هذه تصريحات ما قبل المباراه، وعود من المسؤولين واللاعبين انه باش نشوفوا مباراه ممتعه وكلها روح رياضيه. المباراه هذه تنجموا تتابعوها توا على نسمه لايف ونسمه سبور مع الزميل فخري الطاهري في التعليق. الكلمه ليك فخري، تفضل. شكرا لك زميلي مختار الشيباني. مشاهدينا الكرام متابعينا عبر قناة نسمة وموقع نسمة السبور، مساء الفل لكم الكل. كالعادة يتواصل نشاط بطولة نسمة سوبر ليج لكرة القدم المصغرة بإجراء أولى لقاءات الجولة التاسعة، والتي تجمع جمعية ريد وولف بضيف جمعية ترونجا بمركب فايف ستار ملعب خليل القروي. وتكتسي مباراة اليوم أهمية بلا بالغة بين زوز الفرق في ظل تقارب مستوى الترتيب العام. كما ترون الصورة، دخول أم لاعبية
الزوز لجمعية الأرتيتا الميدان. بعد شوية باش تنطلق لمعركة الأقدام وتسبق المباراة بطبيعة الحال. بعد شوية باش تكون يعني دقيقة الصمت. المباراة كما تعودنا الميني فوت المتعة الفرجة الكرة كل شيء موجود في العرض الكروي. نستناو حاليا يعني بالمتابعة متابعة الجماهير وباش نمشوا لتشكيلة الفريقين بعد شوية بعد دقيقة الصمت. بعد دقيقة الصمت على روح الفقيد فكري بودية باش تنطلق ضربة البداية. خلينا نمشوا نشوفوا تشكيلة الفريقين لمباراة اليوم في ترى الجولة التاسعة القسم الأول المجموعة الأولى بالنسبة لجمعية ريد وولف. وائل الهلالي في حراسة المرمى مع خالد الدريدي، وليد العبدلي، عثمان ساك، عبد الرزاق النفاتي، آدم الشرتي، حسام الشوالي، زياد العامري، محمد ديال قرقني، جلول الهمامي، النجم الدين الثيب، مالك العوني، والكوتش عمر النفيذ. بالنسبة لتشكيلة جمعية ترنجة في مباراة اليوم، بليل باركيت في حراسة المرمى، منير السعيدي حرس مرمى الثاني، عمر النصري، أيوب بوحجبة، شياب البوسيل، ميحيل مناغموشي، إسلام جاور، أسامة عطيالله، أيمن عويشي، سيف الدين مرابط، أشرف السويح، وليد بركيت، خالد بن عمار، أيمن بن خليفة، وخالد العبدلي، والكوتش رياض بن حمدية. بعد شوية كما تفهمنا كما قلنا باش تكون مباراة الفرجة والكورة والمتعة يعني اللي تعودنا بها، مباراة نتاع الكورجية الأصحاح، أولاد الحومة، أولاد البطحة كما تروا على الصورة، حضور السيد نبيل القروي كذلك رئيس جامعة كرة القدم المصغرة السيد أشرف بن صالحة، تكريم لقناة نسمة في شخصة يعني نبيل القروي، الورود تسبق المباراة، وإذا نحبوا عليه يعني الروح الرياضية قبل كل شيء. بعد البروتوكول يعني التحية على الملاعبية ولا طاقم تحكيم المباراة باش تنطلق معركة الأقدام بعد شوية. مع العلم أن مشاهدينا الكرام يعني حضور السيد أسر بن صالح وكذلك السيد نبيل القروي وكذلك حضور رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المصغر، يعني توا من يفوت ولا خارج تونس، تونس اللي يعني الشمعة التي تضيء إفريقيا وتضيء كذلك العالم من خلال هذه اللعبة اللي أصبح عندها عشيقة في كل العالم. تونس برافو يعطيهم الصحة باش يعني تكون دخلة اللي اختارتها بالنسبة لرينا بعد شوية، وكذلك دخلت باب الخضرة يعني إذا نقولوا باب الخضرة ترونجا. اللي ما يعرفش ترونجا مشاهدينا الكرام هي باب الخضرة اللي ممكن برشا يتعطيوا على باب الخضرة. كذلك رينا اليوم ممثلة في فريق ريد وولف، أريانا اللي هي تقع يعني هذه المدينة في الضاحية الشمالية العاصمة تونس على بعد قرابة 4 كيلومترات، وأصبحت اليوم على امتداد لها بحكم التوسع الجغرافي، خاصة يعني أريانا معروفة بالكثافة السكانية، فيعني تمثل البلدية الثالثة على مستوى الارتفاع الكثافة السكانية مشاهدينا الكرام. بالنسبة لمدينة باب الخضرة هي احدى يعني ابواب المدينه العتيقه في تونس العاصمه، يقع شمال المدينه العتيقه، بني حوالي 1320 على شكل قوس بسيط، يعني باب الخضره اللي راهو عندها تاريخ كبير، خاصه القوس هذاك يعني اللي مزين البلاد مخليها صوره جميله في تونس، هدم واعيد يعني بناه على شكل الحالي في 1881 لتسهيل المبادلات التجاريه، يعني فما دوره اقتصاديه. ملاعبية الزوز الفرق قاعدين يحكيوا مع بعضهم، توصيات فنية قبل انطلاق المواجهة ومعركة الأقدام، ونتمناو بطبيعة تكون متعة وفرجة، خاصة يعني متأكدين برشا اللي فما مشاهدينا يعني اللي قاعدين يتابعوا في المباراة من أمام التلفاز، في المنازل، في المقاهي، في كل الأماكن، كبار صغار نساء رجال الكل وفي لهذه اللعبة، لعبة الميني فوت مشاهدينا. كما تراو بالنسبة لفريق جمعية ريد وولف وكذلك جمعية الترنجة، توصيات فنية، لمسات ممكن باش تكون تكتيكية بعد شوية في المسا تيل الصغير، صورة تذكارية بالنسبة لجمعية ريد وولف اللي قاعدين نشاهدوا فيها على الصورة مع حارس المرمى وائل هلالي زفن كما يقولوا هما بالطبيعة يقولوا زفن، باش نشوف زفن شنو باش يعمل اليوم في الكاج، هل يصد التسديدات، هل يتفطن لكل الهجمات. كذلك جمعية الترنجة
اللي باش نراو ممكن مواجهه كبيره برشا، خاصه يعني جمعيه ريد وولف اللي هي تستضيف جمعيه ترونجا. قداش عندها في الخزينه بالنسبه لريد وولف؟ عندها 14 نقطه من الكلاسيه الرابعه، بالنسبه لترونجا من الكلاسيه الثانيه عندها 16 نقطه، الفارق زوز نقاط. يعني المستوى باش يكون متقارب برشا بين زوز الجمعيات. كوره في وسط الميدان لريد وولف، الكوره التبادل الكوره في اول دقيقه من هذه المواجهه، كوره عند حرس المرمى. وائل هلالي يعطي للمدافع عبد الرزاق النفاتي، يبدل على اليمين يعاود يرجع على اليسار. الكرات الارضيه يعني جس نبض بلغه الكوره، تفتك الكوره ترجع لجمعيه الترونجا على وسط الميدان. اسلام جوهر يحاول يمشي بالكوره، يخير يعطيها الى زميله عمر نصري، يبدل وكذلك على الجهه اليمنى اسامه عطله. اسامه ثم وسط الميدان، ترجع الكوره في المحطه الدفاعيه من خالد بن عمار تيغانا، يعيطوا له تيغانا سي خالد بن عمار. ترجع الكوره افتكاكها من جمعيه ريد وولف، يحاول يدور بالكوره، يحاول باش يفسخ اسامه او اسلام جاور، لكن يتفطن ليه يخليه يرجع للمناطق الخلفيه. بالنسبه حاليا اول دقيقه بطبيعه الحال منطقيه جدا، جس نبض من زوز جمعيات، كل جمعيه تكتشف يعني طريقه لعب الجمعيه الاخرى. وهي تسديده ممتازه، ممتازه التسديده، هاي التسديدات بدات من توا. عثمان سيك يسدد الكره وتمشي رميه التماس. انذار في اولى الدقائق، دقيقه وعشرين ثانيه، ممكن الشباك. ترجع الكره لجمعيه الترونجا، شياب ابو سالم يمشي بها ثم يخير تمريره قصيره. ريانا مشاهدينا الكرام، بلاد الورد، بلاد الياسمينه والريحانه، بالبطاحي والصادات مليانه، تربينا فيها على الرجله والطيبه والحنانه. في التكويره كانت تشوف مصفاني وكانت كوارجي، وعندك ما تقول. اجابه حذينا لريانا، الروح الرنانه وكلها فينا مشاهدينا الكرام. تمشي كوره لريانا بالتحديد ريد وولف، قريبه منطقة الجزاء، بدل على اليسار تمريره بين حسام الشوالي داخل منطقة الجزاء خطيره، تمشي سلامات، سلامات على حرس المرمى على بلال بركات. حاليا جمعية ريد وولف هي القاعدة ممكن مسيطرة نوعا ما، تحاول تسجل منذ البداية. كما ترى الجمهور يتابع والانتماء ممتازة. حرس المرمى بلال بركات يؤجل العملية الفنية، ترجع رمية التماس كما ريتوا يعني في الصورة وفي الهجمة الأخيرة. فما جمهور ورا الكاج، فيهم الصغار وفيهم الكبار وفيهم كذلك نساء ورجال، يعني يتابع لتكون هذه المباراة ممكن مكان ترفيهي وكذلك مكان لاكتشاف المواهب، خاصة يعني كرة القدم. والتسديدة ممتاز، حارس المرمى يبدل الكرة، رمية التماس ممتاز، التصدي الأخير. يعني أصبحت يعني اللعبة 11 توا، يعني بلغة الكرة فما سمسارة، يتابعوا المين يفوت، يكتشفوا الملعبية الصحاحة الكورجية اللي عندهم يقولوا على رواحهم، وبعد يضموهم الى فرقهم. ترجع الكره، عثمان يبدل على اليسار، لكن حرس المرمى يغطي على الكره، يغطي على الكره، يربح ضربه مرمى. بالنسبه للدخله اللي اخترتها الباب الخضراء، انا ولد تونس الخضراء، ولد حومه باب الخضراء، من اللي خلقت وعندي للكره نظره، وفي تكويره البطحه نتخمر قول عليا في حضره، حلمت جا الوقت باش نكبر وكذلك نكشف مواهبي وفنياتي ونولي كورجي صحيح ولد المستطيل الاخضر، نوري كذلك صوره باب الخضراء لكل تونس لكل جهتها. ضربه مخالفه، كره مجنبه على حرس المرمى، أولى المخالفات لجمعية ترونجا صاحب المرتبة الثانية ب 16 نقطة. أمام الكرة أيمن بن خليفة، أمامه جدار من زوز ملاعبيه، خير يسدد مباشرة لكن تضرب في المدافع والتغطية السليمة، يربح معاه ضربة المخالفة. ممتاز أدم الشرطي في التغطية الأخيرة، كما تسمع ممكن في المدربين زيد شوية قدم حاول واخر كل مرة باش نسمع يعني التوصيات الفنية لكل تكتيك لخريطة فنية كروية. والهجمة والكرة عند حرس المرمى، كرة دون خطورة ما وصلتش للمهاجم، الحرس المرمى ترجع في المقابل، افتكاك كرة متفتر ممتاز. حسام الشوالي على الجهة اليمين، تمريرة مع نجم الدين الذيب، يلا يا نجم الدين يحاول يهرب على اليمين. شنو يقول الحكم؟ يقول رمية التماس، رمية التماس لجمعية ترونجا، تلعب من أيمن عويشي، عنده الكرة
تمريره قصيره واحده واحده كما تسمعوا، امشي بالكره مركز، حاول شوف لنا الطريق اللي يؤدي للمرمى. النوافذ ممكن حاليا مفتوحة والطرقات مغلقة، يعني نوافذ اللي ممكن الأطراف إذا يتحركوا برشا يسار ويمين تنجم يتم تسجيل الأهداف. ترجع الكرة لترونجا ممتازة بالأقدام الأيمن، عواش الكرة ممتاز ممتاز المدافع يسكر الزاوية اليمنى لحارس مرميه بلال بركات. باش ترجع الكرة لجمعية ريد وولف كما تروا على الصورة تشجيعات قناة نسمة، حضور إلى السيد نبيل القروي ممكن يعني أمور معنوية كذلك للجمهور، الجمهور اللي لازم يكون حاضر في المستطيل الصغير يشجع ملاعبيته يشجع أولاد الحومة أولاد الجهة، خلي يعني تكون شحن البطاريات. تمشي كورة ضربة مرمى لفريق ريد وولف، يعني ريد وولف اللي عندها تاريخ ممكن قصير لكن فيه برشا حاجات مزيانة برشا، المشاركة في دورات ودية منها تصفيات كأس العالم للأندية في دبي في 2015 عزيزي المشاهد، المين يفوت زيد فما راو مشاركات وتصفيات خارج تونس، كذلك العب كذلك الدور النهائي لكأس تونس الموسم الفارد أمام الوردانين، عنده كذلك برشا ملاعبيه دعموا صفوف المنتخب التونسي. ترجع الكره تمريره، شنو يقول حكم؟ يقول ضربه مخالفه، ضربه مخالفه في وسط الميدان لجمعيه ترونجا، جمعيه ترونجا اللي ممكن ناجي صغير في بيض الخضراء تعد بعشرات الامتار يعني بترونجا، لكن مشاهدينا الكرام انجبت عديد اللاعبين على غرار خالد بن يحيى مدرب الترجي الرياضي التونسي وكذلك وسام بن يحيى لاعب النادي الافريقي. تمشي كره على اليمين الى ريد وولف ثم ترجع الى عثمان يبادل على اليسار محمد ديال القرقني يمشي بالكره ممتاز للمراوغه يحاول باش يمشي بكورته لكن متفطن ليه ممتاز سيف الدين مرابط. ترجع الكرة لأقدام جمعية ترونجا، الأقدام تتحرك وكيف ستكون النهاية؟ ممتاز ممتاز حرس المرمى تضرب في القام ثم ترجع حرس المرمى بعد الكرة. هاي الكرة مشاهدينا الكرام كاد يفتتح التسجيل جمعية ترونجا، ضربة الركنية على يسار حارس المرمى تتلعب خارج منطقة الجزاء تمشي إلى شياب البوسالمي، بوسالمي بوسالمي يلعب السلاح التسديد لكن بعيدة الكرة الأخيرة. تمشي كرة بين الهجمة على اليسار جلول أمامي يلا يا جو قاعدين يحكيو ممكن توا حتى الملاعب هذاك عنده ما يقول على روحه عنده في ساقيه، الملاعب هذاك كان يحاول يقدم ويلعب مهاجم توصل الكرة ينجم يسجل والكرة تمشي ما فماش مخالفة لترونجا. أيوب وحاجبة حاول يهرب على اليمين لكن سبق كرته برشا تمشي رامية تماس، رامية تماس لأريانا لريد وولف يلعب الكرة زياد العمري يلا يا زيزو يطولها بالراس ترجع من شياب البوسالمي ثم حكم يزفر يقول فما رمية تميس، رمية تميس ترجع لجمعية ترونجا، أسامة يلعب مع زميله إلى خالد بن عمار، تيغانا، تيغانا لازم نفهموا حكايته، لازم علاش سموه تيغانا والكرة بجانب بالقام الأيسر، تيغانا تيغانا هذا يظهر فيها وحايد عنده، عنده ما يقول على روحه، نتصوروا باش يسجل هذا، خاطر تعودنا مشاهدينا يعني في الكرة خاصة لمين يفوت، إذا اللاعب عنده هكا اسم الشهرة تنتظر منه كثير. تمشي كرة إلى المحطة الدفاعية من زياد العمري على اليمين مع عثمان يلا يا عثمان يضغط عليه في المقابل أسامة أو إسلام جواد يخلي الكرة تمشي ضربة الركنية رغم أنه حرس المرمى وائل ليلي خرج غطى على الكرة لكن تمشي لصالح جمعية ترونجا، الجمعية الرياضية بترونجا اللي تأسست في 2016 من طرف ثلة تنتمي للنادي المطوي يعني ترونجا نسبة للمتاوى. تلعب الكرة ترجع مهدورة للهجوم ريد وولف لكن خير يلعب كرة مركزة ببطء نوعا ما تمشي من حسام الشوالي بدل مع زميله توصل الكرة إلى آدم الشرتي يرجع إلى عثمان لاعب من الكوت ديفوار ربما يلعب يعني في منتخب الكوت ديفوار. تمشي كرة على اليسار
فما ضغط حاليا من ريد وولف، يهرب على اليسار، ممتاز محمد ديال القرقني يمشي بكورتو يبدل على اليسار والكره ممتاز ممتاز بساقو اليسار لكن تمشي فوق المرمى، كره كانت عاليه شويه كما تراو يعني طقس بارد لكن حضور جماهيري. هاي الومضة الهجومية الأخيرة مشاهدينا الكرام، طقس بارد شوية لكن الجمهور يتابع وفي لرياضة الميني فوت بطولة نسمة سوبر ليج. ترجع تمريرة من حلمي النغموشي مع أيوب بوحجبة، يلا يا أيوب يلعب كرة قصيرة في وسط الميدان، أيمن عويشي تمشي كرة رمية تماس أمامه حسام الشوالي، تمشي كرة رمية تماس لجمعية ريد وولف. بالنسبة لترونجا شاركت في بطولة ميني فوت وصلت للأدوار النهائية لبطولة والكأس لموسم الفارت، كرة بدون عنوان تمشي تغادر المستطيل الصغير. يعني الموسم 2016-2017 تحصل كذلك على كأس الروح الرياضية بالنسبة لترونجا. بالنسبة للهدف نتاع الموسم هذا تسعى المديرة إلى لعب يعني الأدوار الأولى والبطولة في البطولة والكأس وتمثيل تونس في المناسبات العالمية. يعني نعرفوا ترونجا ورادولف من أقوى الجمعيات في بطولة نسمة سوبر ليج القسم الأول. ينتظروا الأهداف، ننتظروا الفرجة والمتعة والكرات والزيارات الرسمية. ضربة مخالفة مقابل الكاش بالنسبة لوائل الهلالي في المرمى، يحاول يعدل الجدار. حائط بشري من ثلاثة ملاعبية، يقعدوا زوز ملاعبية حاليا بجنبهم اللاعب زياد العمري. هل تكون زيارة رسمية لترونجا؟ يخير يلعب على اليسار لكن تفتك الكرة ترجع، هجمة معاكسة على اليمين يسدد الكرة لكن تمشي سلامات على المرمى. ممتاز حارس المرمى، ممتاز بليل بركات، بارك الله عليه بركات. باش لعب الركنية خرج منطقة الجزاء، حاول يبدل على اليمين كليا في اتجاه حسام الشوالي لكن كرة دون خطورة. وصلنا مشاهدينا الكرام 12 دقيقة في هذا الجزء الأول ودائما النتيجة بيضاء 0-0. يبدو لي لعبة مسكرة برشا بلغة الكرة، كل جمعية أقرات الجمعية الأخرى. أيمن عويشي، خالد بن عمار يمشي بالكرة يقدم ممتاز التمويه ثم باش يسدد أو سدد أو سدد ممتاز. حارس المرمى ممتاز، ارتماء في الوقت المناسب، قاعد يتسدل برشا كرات. ويا الهلالي الثاني والهدف، الهدف في هذه المرة واحدة بلاش في 13 دقيقة. كرة ضربت ركنية تمريرة على الجهة اليمين يسدد وأولى الأهداف لفريق ترونجا، واحدة بلاش لترونجا. هاي الومضة الهجومية مشاهدينا الكرام والتسديدة كانت من خالد بن عمار، خالد بن عمار هو الذي وقع أولى الأهداف، واحدة بلاش. كرة عرضية ساحقة زاحفة توقعوا الهدف. كنت نحكي يعني ننتظروا الهدف، خلي الجمهور يتفاعل، نسمعوا الأهازيج اللي تعودنا بها في كل المباريات. وكرة على الجهة اليمين تمشي حارس سلة مرمى. دوري المباراة بدأت من زوز حراس كما قلت لكم، خالد بن عمار تيغانا عملها تيغانا. أنا ملي ملقيت اسمه شهرة تيغانا عرفته لوحيت معرفش يعني المدرب عمر نفيض مدرب جمعية ريد وولف تفطن لهذا اللاعب ولا لا. على كل تمشي كرة رمية التماس ملعوبة داخل منطقة الجزاء، توزيع إلى حارس المرمى إلى بلال بركات مع الظهير الأيسر لفريقه سيف الدين مرابط، يخير تمريرة ثم تزيد لكن حاضر ممتاز حسام الشوالي يسكر النافذة. تزيد أشرف السويح بناء الهجمة في المناطق الخلفية دائما لجمعية ترونجا، تلعب خطوة خطوة ديقة ديقة تستنى. بالنسبة فريق ريد وولف يخرج من مناطقه ثم تبني الهجمة المعاكسة كما لاحظناها الجامعة على هدف دقيقة 13. تمشي كرة رامية التماس، رامية التماس لجمعية ترونجا، تطلع برامية التماس من أيمن عويشي على الجهة اليسار يرجع إلى أشرف السويح، السويح مع زميله شياب البوسيلمي، بوسيلمي
يهز راسه ثم يلعب مع زميله في مرة أولى سيف الدين مرابة، ثم حرس المرمى بليل بركات. النسق يرتفع ثم في كل لحظة الروى يتيح شوية وفيها مخالفة، فيها مخالفة في وسط الميدان، تكتيك وسط الميدان زياد العمري، جاتو كورة يعطيها على اليسار إلى زميله توصل إلى آدم الشرطي، حاول يمشي لكن حارس المرمى يغطي على الكورة. وصلنا 15 دقيقة لعب في هذا الجزء الأول. في إطار دائما مشاهدينا الكرام بطولة نسمة سوبر ليغا جولة 9 القسم الأول المجموعة الأولى. فريق عنده 14 نقطة والآخر عنده 16. وبطبيعة الحال يعني جمعية ردولف اللي هي الرابعة وجمعية ترونج اللي هي الثانية. متقاربين في نقاط وكذلك في المستوى الكروي. تمشي على اليسار يحاول يهرب على الجهة اليسار جلول الأمامي. لكن يخرج الكرة تطلع برامي التماس بسرعة بسرعة يبعد كما جات. نبدأ للسلام والأمامي يخرج الكرة مباشرة إلى التماس من أسامة. أسامة يقول لك نشد الكرة النجم نعمل أفوى وكرة أخيرة تزيد تزيد دون خطورة. تمشي إلى الجهة اليسار ثم تزيد عثمان. شنو تعمل يا عثمان؟ شد كورتك في عقلك والعب تمريرة قصيرة أو ارجع فيها للخلف. التسرع يعني ما عنده وين يوصل الجمهور. وفي الميني فوت عشاق كرة القدم المستغرع. ولاد الحومة ولاد المدينة بطبيعة الحال يعني يتبعوا الكورجية الأصحاح تلعب الكورة. رمية التماس من زياد العمري يرجع للمدافع عبد الرزاق النفاتي اللي عنده 7 بونتو. شارك في التربص الاخير اللي كان في تركيا بالنسبه للمنتخب التونسي لكره القدم المصغره. نرجع للكره وللتعليق والكره ارضيه على الجهه اليسار يخلط على الكره يخلط ممتاز حسام الشوالي رجع الى عبد الرزاق النفاتي يقدم بها في وسط الميدان يحاول يعني شو التفسيره؟ تفسيره قاعد شد الكره برشا في مناطقه بالنسبه لجمعيه ريد وولف يحب يخرج جمعيه ترونجا من منطقه. ممتاز عثمان تمشي كرة يربح المخالفة ولا مخالفة مخالفة اللي وسط ميدان ترونجا بالتحديد إسلام جوهر. إن شاء الله سلامات إن شاء الله لباس ملقى على رديت الميدان أو يقوم إن شاء الله سلامات إن شاء الله لباس. ضربة المخالفة في وسط الميدان تقريبا لجمعية ترونجا اللي تكون تسديدة مباشرة أو يخير يلعب على اليسار مع أيوب بوحاجبة بوحاجبة إلى حارس المرمى. كانوا فما زوز مهاجمين اللي تراو فيهم على الصوره بالنسبه لترونجا سيف الدين مرابط واشرف السويح ما توصلهمش الكوره. بناء الهجمة عبد الرزاق النفاتي كوره تمشي رميه تماس رميه ثلاث تماس كما تراو روح رياضيه من زوز ملاعبيه يعني المباراه هذه صحيح كره قدم ومنافسه لكن تقعد على الصوره المزيانه يعني بين الملاعبيه اللي هي يعني اصبحت وسيله تربويه نجم نعتبروها الميني فوت. مخالفة لجمعية ريد وولف أمجانب الكورة أمام زياد العمري. زياد يحاول يعدل التزيد يحاول يخزر لكاش يرفع الكورة بالرأس ما يخذش ما يخذش الكورة بالرأس. مالك العوني وينك يا مالك مالك العوني في الكرة الأخيرة. ترجع الكورة ضربة المرمى لحرس الجمعية ترونجا بليل بركات. يعني توا إذا تحاول تضيع وقت حرس مرمى أو لعب يتم يعني إنذار اللاعب ورقة حمراء ومع عقوبات ونعرفوا يعني العقوبات اللي باش تصير. يعني هذه تلقيحات ممتازة الكورة على البار على القائم الأيمن ممتازة التسديدة الأخيرة كانت مباحة من أيمن عويشي ثم ترجع من جديد إلى زياد العمري جلو الأمامي يلا يتجو يرجع للخلف مع زميله مالك العوني ثم عثمان يبدل على اليمين يقف يحاول يركز ثم باش يرجع بها على اليسار يشق وسط الميدان ممتاز لعب شاطر ثم التمريرة ومضة هجومية سليمة أرضية توزيعها على اليسار تمشي إلى نجم الدين الذيب يلا يا نجم الدين وينك يا نجم تمشي كرة دون خطورة إلى المحطة الدفاعية دائما لجمعية ريد وولف على الجهة اليمين حاول يبني الهجمة يبني كرة يربح المخالفة ممتاز وليد العبدلي يا سلام الكرة يربح ضربة مخالفة
تقريبا في 20 دقيقة من هذا الشوط الأول، ودائما النتيجة واحدة بلاش نتيجة ما كيفاش وقتية لترونجا مكينة حاليا تنجم نقولوا ماشي على العال. في المقابل معطبة نوعا ما بالنسبة لريد وولف، كرة مجانبة شوية على الكاج على بلال بركات وبساقو اليسار حسام الشوالي، تضرب في الجدار بالتحديد فيها من عويشي وترجع بالراس في مرة أولى ياخذها، والحكم شنو يقول؟ يقول ضربة مخالفة، ضربة تالا مخالفة للمحطة الدفاعية لباب الخضرة لأولاد ترونجا. كما قلت لكم يعني ترونجا يعني اللي هو نهج صغير خرج برشا من العبية، خلى يعني هذا النهج عنده التاريخ نتاعو ممتاز، يقيموا يعني حكم المباراة يقيم لاعب جمعية ترونجا. كما تراو ممكن الجمهور ماهوش قاعد يحكي برشا، ماناش نراو يعني في الهزيج نتاعو طقس بارد، لكن ننتظر حرارة الأقدام في الشوط الثاني ممكن أكثر. تمشي كورة على اليسار من أيمن بن خليفة، كورة تمشي تغادر المستطيل الأخضر الصغير ريفا أيمن بن خليفة، يعني ممكن ولاد الحومة نتاعو يعرفوه بالاسم هذا ريفا. تمشي كورة هذه المرة لأبناء أريانا، افتكاك الكورة في وسط الميدان، تكتيك الخريطة الفنية من أشرف السوايع، ثم كورة جلول الأمامي يبادل على اليسار، توصل في مرة أولى ملك العوني باش يوزع ضربة ركنية ممتاز في الوقت المناسب، حلمي نغموشي يحط بدنه وتمشي كورة تغادر المستطيل الصغير، لكن قبل ذلك المساعد يقول فما مخالفة، فما ضربة مخالفة. ننتظر عودة الكرة، ترجع الكرة للمستطيل الصغير للأقدام التي تتحرك لأبناء ترونجا لباب الخضرة. وصل الميدان من أشرف السويح إلى زميل أيوب وحاشبة، يلا يا أيوب يبدل كليا على الجهة اليسار، يتحركوا برشا على الأطراف بالنسبة لترونجا بالتحديد عند الكرة. عمر نصري، عمر أمام عثمان يحاول يفسخ ويحاول يعمل مراوغة، لكن عثمان يقول له شنو نعمل هنا؟ يعني لاعب اجنبي وزيد تحبني يعني تفوتني تفسخني هكا وتمشي منطقة الجزاء وتسجل، لا عاد ما يجيش منه. تمشي كرة ضربة ركنية على الجهة اليمين، حارة السلامة المرموية الهلالي بالنسبة لبناء أريانا لريد وولف، يحاول سد الكرة الأخيرة، تمشي على اليسار تسديدة ماهيش قوية، أو يدور أو يدور ممتاز على البال. آخر المرة على العارضة، المرة الأولى كانت على القائم الأيمن، هذه المرة على العارضة، هاي تزيدة يدور ياخذ راحته ويسدد ممتازة. تزيدة كانت سحيقة صعيقة، ترجع الكرة لأبناء رادولف من حسام الشوالي، يمشي بكورته يحاول يشق السلاميدين ثم يدور بها، يرجع يستنى يعني المساندة من زملائه، يخير يلعبها في اتجاه جلول الامامي ما توصلش في مره اولى، ثم في مره ثانيه توصل له على اليمين، على اليمين حارس المرمى ممتاز يتصدى للكوره، ما زالت الكوره خطيره الهجمه لابناء ريد وولف، ثم افتكاك كوره تمشي رامي التماس، رامي التماس رغم انه يعني ابناء جمعيه ترونجا كانوا يطالبوا برامي التماس اليوم. على كل الحكم هو الادرى والاقرب، تمشي كوره ممتازه اللقطه الفنيه والمراوغه من ايمن العويشي، ممتاز أيمن عويشي يبقى على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات. شوفوا أجمل صورة يعني توصلكم يعني كما تراو، يمشي يطمن عليه ممتاز سيدم الشرطي، ماهوش قصده في الكرة الأخيرة أو يقوم سلامات لباس، يخلي الكرة إلى شهاب البوسلمي، شهاب مع أيوب بوحاشبة، يلا يا أيوب يقدم بالكرة تمريرة ممتازة لندوب بين الزوز ملاعبية، توصل في مرة ثانية وليد بركات مع زميله، ممتازة ممتازة جدا رغم انها يعني فوق المرمى لكن ممتازة لوامدة الوشومية. زيارات ودية بالنسبة حاليا لأبناء باب الخضرة. ترجع الكرة جلو الأمامي عثمان ثم حسام الشوالي، يطول كورته في اتجاه زميله إلى ملك العوني، تمشي كرة رامي التماس، تمشي كرة رامي التماس في 24 دقيقة مشاهدينا الكرام من هذا الجزء الأول من بطولة نسمة سوبر ليغا جولة 9، هذه يعني أولى لقاءات. تمشي كورة، الخروج بالكورة للمحطة الدفاعية من أيوب بوحاشبة، يبدل على اليسار يحضره بالرأس لكن متفطل ليه المدافع، ممتاز متفطل ليه عبد الرزاق النفاتي،
ننتظر اكثر اهداف في الشوط الثاني. يلزم التكتيك تاع الخريطه الفنيه بالنسبه لردولف وكذلك ترونجا يحاولوا يسيبوا اللعب شويه، خلينا نشوفوا الاهداف، نشوفوا الفرجه، نشوفوا الكوره المتعه. والكره تلعب الركنيه تزيده ممتاز، حرس المرمى ممتازه للتزيده ولا اجمل ولا اروع، كذلك من وائل الهلالي يتصدى للكره بكره الشاقه وترجع ملعوبه الحلمي النغموشي يرجع لحرس المرمى. بلال بركات الى الظهير الايسر، ايوب بوحاجبه تمشي رمي التماس، استلام غير جيد للكره تمشي رمي التماس. تقريبا 25 دقيقه وفات مشات راحت بالجزائري، والمباراه وحده بلاش في هذا الشوط الاول، والنتيجه دائما لصالح ابناء باب الخضره. ترونجا تمشي على اليمين، جلول امامي، جلول امامه، حلمي نغموشي يغطي على كورته، ممتازه التغطيه الاخيره، يعارك بلغه الكره، يلعب بقليب حلمي نغموشي تجي معاه نهايه الشوط الاول. مشاهدينا الكرام، دائما بين جمعيه ريد وولف المستضيف لجمعيه ترونجا، الهدف كان في الدقيقه 13 من هذا الشوط عن طريق خالد بن عمار على اليمين، يسدد كره سحقه زاحفه يغلط بها الحارس وائل هلالي. الشوط الثاني كما نقولوا يعني شوط المدربين، ممكن باش تكون توصيات فنيه ولمسات ممكن تخلي اكثر اهداف في الشوط الثاني. الكلمه ليك زميلي مختار الشيباني، ملتقانا الشوط الثاني. شكرا لك فخري الطاهري، كنت في التعليق على الشوط الاول من مباراه الريد وولف ارينا ضد جمعيه ترونجا. شوط ينتهي هدف لصفر لجمعيه ترونجا، هدف خالد بن عمار. اكيد في الشوط الثاني باش تشوفوا برشا كوره ومحاولات من الريد وولف للعوده في المباراه. احنا خلينا نمشي وفاصل قصير وبعد نرجع لكم. عدنا لكم بعد ما شفنا فصل قصير. كما تفرجنا الشوط الاول ما بين جمعيه ترونجا والريد وولف ينتهي هدف لصفر لصالح ترونجا، خالد بن عمار الهدف الوحيد لصالح ترونجا. احنا توا خلينا نمشيو نشوفوا المسؤولين والملاعبيه بتاع الفريقين موقفهم ورايهم في تغطيه نسمه لبطوله نسمه سوبر ليج. اهم حاجه معناتها في العام هذا في البطوله هي التغطيه بتاع نسمه معناتها عطات شارم كبير، خرج في ايماج باهي، ما وصلت معناتها بطبيعتها قناه العائله، وصلت ايماج باهي على الميني فوت، كانت معناتها هذه الهمزه الناقصه بين البطوله وبين الجمهور تاع الميني فوت، اللي هو معناتها الميني فوت توصل معناتها للاعماق نتاع الجهات ونتاع الحوم الشعبيه. نسمه كانت تغطيه معناتها ممتازه، شفناها في برشا مقابلات، وان شاء الله تواصل معنا كيف في المشروع نتاع الميني فوت، وان شاء الله ننجحوا مع بعضنا. من نهار للنهار قاعد الناس تسهل فين تمشي تسهل، شنو هذاك كيفاش تلعب وشكون، ثم برشا اولاد يسالوا نجيو كيفاش نعملوا باش ندخلوا نحبوا رانا معناها حوم هذاك. هي معناها القناه هذه دخلت شويه الفكره هذه، زاد ظهرتها في البلاد كله، شفتوا توما فين تمشيوا لبرا معناها اكثر ساعات حتى من ماتش نتاع كره قدم. بعد اسمه انت ولات مشهوره برشا، من يفوت كل ماتش جمعه سبت احد ماتش تلفزيوني، والله يعطيهم الصحه. يوسف في قطر ان شاء الله كان يتفرج، كان عنده نسمه يتفرج.
كما شفنا كان هذا موقف ومسؤولية ولاعبي الفريقين في تغطية نسمة لبطولة نسمة السوبر ليج اللي تتواصل أكيد غدوة وبعد غدوة باش نتابعوا معنا زوز مباريات. خلينا نذكركم بالبرنامج الكامل للجولة، الريد وولف ضد جمعية ترونجا تفرجوا فيه توا، النادي أريس يستضيف العوينة الرياضية غدوة، الشباب الرياضي بالمروج ضد أولمبيك المتلين، الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري ضد الاتحاد الرياضي بالحمامات. المقابلة هذه باش تتفرجوا فيها نهار لحد مع ماضي 3/4 على نسمة لايف ونسمة سبور. المباراة اللي بعد نادي كيريبيس المينيفوت ضد السمعة مينيفوت، الاف سي مورنيك ضد الاتحاد الرياضي بابن خيار، النادي الرياضي التونسي ضد جمعية اوتيك، المستقبل الرياضي بالخليدية ينزل ضيف على المعمورة مينيفوت، ايضا النجم الاحمر بسوسة يستضيف النادي الرياضي الشابي، اف سي المسعدين يستضيف نهار لحد النجم الرياضي الخنيسي، روسبينا المونستير ايضا نهار لحد يستضيف النادي الرياضي القيرواني، وغدوه بامكانكم متابعه مباراه الاهلي الساحلي المستقبل الرياضي بالوردانيين في ملعب نزول الحبيب المنستير بدايه من ماضي 3/4 اكيد غدوه على نسمه لايف وموقع نسمه سبور. احنا بعد لحظات باش ينطلق الشوط الثاني من مباراه ريد وولف ارينا وجمعية ترونجل، مباراة هذه اللي انتهت في شوطها الأول على نتيجة هدف لصفر، هدف خالد بن عمار لصالح ترونجا. أكيد مباراة 25 دقيقة ما زالت نستناو فيها برشا كرة من ريد وولف اللي باش يحاول يعني تحقيق التعادل ولما لا الانتصار، وأيضا جمعية ترونجا اللي باش يحاول التدعيم الفارق. احنا توا باش نرجعوا للزميل فخري الطهري في التعليق على الشوط الثاني من المباراة. شكرا لك زميلي مختار الشيباني. مشاهدينا الكرام متابعينا عبر قناة العائلة وموقع نسمة السبور، مساء الفل لكم الكل في هذا الجزء الثاني من بطولة نسمة سوبر ليج الجولة التاسعة القسم الأول المجموعة الأولى بين جمعية ريد وولف اللي عندها 14 نقطة متكلاسي الرابعة وجمعية ترونجا اللي عندها في الخزينة 16 نقطة تجي في المرتبة الثانية من ملعب خليل القروي بمركب فايف الستايل. الشوط الأول رينا متعة، رينا فرجة لكن ممكن ما فماش برشا أهداف، ننتظر الفرجة أكثر ولا أهداف في هذا الشوط الثاني. الشوط الأول كما قلنا يعني نتيجة الوقتية هدف مقابل صفر كان منذ دقيقة 13 التيغانا خالد بن عمار بتسديدة يسجل بها الأهداف، وننتظر الشوط الثاني وكاميرا نسمة باش حاول تعيشكم يعني هذا الجزء الثاني. كما تروا على الصورة الزوز جمعيات موجودين في المستطيل الصغير في أرضية الميدان وننتظر يعني الانطلاقة والبداية. بالنسبة لنتائج الجولة الثامنة بما أنه يعني يلعبوا في الجولة التاسعة وهي قمة كروية بين زوز جمعيات في القسم الأول، العوينة الرياضية كانت 1-1 مع ديوان الموانئ البحرية والتجارية بحلق الواد، جمعية أوتيك تعادلت 4 مقابل 4 أهداف أمام جمعية ريد وولف يعني عندها نقطة في الجولة الفارطة بالنسبة لريد وولف، أولمبيك متلين الهزم 5-0 أمام نادي أريس، والشباب الرياضي بالمروج تعادل 1-1 مع النادي الرياضي التونسي. تتلعب الكرة وتزيد تضرب ممتازة في اللعب يغطي على الكرة ما يخليهاش تمشي للكاش، كرة عند الفريق جمعية ترونجا إلى أيمن عويشي ثم يبعد الكرة على الطول إلى حرس المرمى، ترجع الكرة لجمعية ريد وولف إلى الظهير الأيسر آدم الشرتي، تتلعب الكرة لكن فيها ضربة مخالفة. ترتيب المجموعة هذه مشاهدينا الكرام بما أن المجموعة الأولى جمعية الرياضية بيوتيك عندها 17 نقطة، أجمل صورة كما تشوفوا فيها يعني الصغار الموجودين هنا في ملعب خليل القروي يشجعوا زوز جمعية أبناء أريانا أو كذلك أبناء باب الخضرة بما أنهم يعني أبناء تونس الكل. المرتبة الثانية جمعية ترونجا عندها 16 نقطة اللي قاعدة تلعب توا، نادي الموانئ البحرية والتجارية بحلق الواد عندها 15 نقطة المرتبة الثالثة، الرابع جمعية ريد وولف 14 نقطة، الشباب الرياضي بالمروج 8 نقاط مع النادي الرياضي التونسي، العوينة الرياضية 5 نقاط، نادي أريس وأولمبيك متالين 3 نقاط. هذه فكرة يعني على المجموعة هذه وعلى الترتيب. ضربة مخالفة كرة إلى جمعية ريد وولف محمد ديال قرقني باش يلعب الكرة، حكم المباراة يطلب من أيمن عويشي يحترم الأمتار كجدار سد لهذه التسديدة لهذه المخالفة. محمد ديال قرقني ينتظر يركز ثم
شراب الكرة يلعبها في اتجاه المهاجم لكن ممتازة بالرأس تبعد من شياب أبو سالمي، بدل على اليسار تمشي كرة رامية التميز، تمريرة كانت قوية شوية تمشي إلى جمعية ريد وولف إلى المحطة الدفاعية بقيادة عبد الرزاق نفاتي أو محمد أو زياد العمري، زياد العمري بالتحديد. تمشي كرة من وليد العبدلي يبدل على اليمين في اتجاه عثمان، عثمان يشق وسط الميدان ممتاز، يبدل على الجهة اليسار تمريرة إلى زميله عبد الرزاق، عبد الرزاق نفاتي أو باش يحضر زميله الكرة باش يسدد، لا خير يلعبها من جديد مع عثمان والتسديدة بجانب المرمى، حارس المرمى ولي يتسدد ممتاز جدا حارس وائل هلالي. تطلع بالكرة ممتاز اللقطة الفنية بالقدم ياخذ الكرة كادي غلط بها الحارس لكنه متفتر ممتاز. في المرة الثانية يبدو لي جمعية ريدولو في هذا الشوط الثاني دخلوا بقوة، دقيقتين ونص تقريبا يحبوا يسجلوا يرجعوا الماكينة إلى نقطة البداية ومن غاديكا يشدوا ثنية يشدوا طريق. كرة عند كابيتانو المحطة الدفاعية لجمعية ترونجا حلمي نغموشي، إسلام جاور يقول عاود المدرب يدور بالكرة ممتاز، إسلام جاور يقرب منطقة الجزاء ثم تمريرة على الجهة اليمين إلى أيوب بوحاجبة، هو بنفسه يعني رجع إلى زميله وليد بركات. يعني بالنسبة نتابعوا ضربة الركنية ونعطيكم يعني بالنسبة لريد وولف الموسم الفارت كان عندها يعني مسيرة شنو نعطوهم توا، بما انه يعني ضربة الركنية ما زالت شوية والكرة باش ترجع على مستطيل الصغير باش تتلعب الكرة على الجهة اليسار حارس المرمى تتلعب ثم تزيدها دون خطورة ترجع من اللاعب حسام الشوالي. بالنسبة للموسم الفارت جمعية ريد وولف كانت يعني عندها 44 موجز، الموسم هذا الفريق عنده 30 موجز، معدل أعمارهم تقريبا 21 سنة، وهو الفريق الوحيد الذي يمثل ولاية أريانا في بطولة نسمة سوبر ليج. يعني وقت نقول ريد وولف ممكن بعض كي نقولوا توا عدي بالحاج اللي يكور في الفريق هذا، أي واحد يقول لك عدي بالحاج تعودنا به في المنتخب التونسي وسمعنا برشا أخبار عليه خاصة من خلال مردود الطيب اللي قاعد يقدم فيه. تلعب المخالفة لكن تبعت في مرونة ممتازة من حسام الشواري تمشي رامية تماس، يعني ولقطة وحركة ممتازة قام بها السيد ولد لاعب عدي بالحاج لاعب المنتخب، قام بزيارة فريق أبناء أريانا أثناء التدريب لتحفيزهم والرفع من معنوياتهم، يعني وشكرهم على المردود المتميز مؤكدا حبه للجمعية. يعني شنو يفسر زعما هذا؟ يفسر وفاء نتاع الراجل هذا، يقول لك ولدي خرج من الفريق هذا لازم توا تكون مساندة لأبناء أريانا لأبناء ريد وولف لزملاء عدي بالحاج. تمشي كرة على اليمين يحاول باش يسدد الكرة يوزع ممتاز العملية الفنية والهدف ممتاز اللقطة الفنية ومضة هجومية والأجمل والأروع من جهة اليمين يبدل على جهة اليسار بسيقه اليسار يسدد الكرة يسجل الهدف الثاني هدفين مقابل صفر حاليا في 5 دقائق من الشوط الثاني. هاي التسديدة الأخيرة اللي كانت بأقدام خالد العبدلي، يبدو لي خالد العبدلي هو اللي سدد الكرة يسجل الهدف الثاني 2-2 لجمعية ترونجا، رغم أنه في الشوط الثاني جمعية ريد وولف قاعدة تضغط. تمشي كرة على اليمين لأبناء أريانا من زياد العمري ترجع من جديد لحارس المرمى إلى وائل الهلالي، عثمان عاجل اليسار حسام الشوالي تمريرة مع جلول الأمامي يحاول شنو يعمل قدامه سيف الدين مرابط ينجح في التمريرة ثم ترجع له من جديد سيف الدين مرابط، مرابط حارس المرمى باهي المباراة، المباراة بدأت تولع بدأت تسخن أكثر ولا قدام يعني ينتظروا هدف، فما زوز بونتو ننتظروا أكثر 4 بونتو ولا 5 والكرة تمشي في المرة دون تركيز تمشي بجانب القائم الأيمن ملعوبة على الجهة اليمين إلى أبناء باب الخضرة من أسامة ثم تمشي رمية التماس يربح رمية التماس يلعبها مع وليد بركات، وليد يرجع على الجهة اليسار إلى كابيتانو الفريق
أشرف السوايح يطول الكرة ممتازة لكن متفتن عثمان ما فهمش يعني زميله اللي كان ماشي للكرة أيوب بوحاجبة ترجع من جديد لحرس المرمى يلعب مرتاح بالنسبة توا جمعية ترونجا أول من يفوت نعرفوا فيه برشا أهداف وبرشا فرجة وكرة لكن إذا يبدأ عندك زوز أهداف وتعرف فيش تلعب باش تلعب بطبيعة أكثر أريحية في كل مرة مشاهدينا الكرام باش نحاولوا كاميرا نسمع تشد الرحال تمشي تصور مدينة جهة من جهات تونس للتعريف بهذه اللعبة أكثر يعني وتوري الفنيات وإبداعات أولادنا أولاد الحومة الكورجية الإصحاح تلعب الكرة ممتاز تزيد باهية ماهيش خايبة خير التزيد لكن يبدو لي فيها رمي التماس حسب يعني الإشارة نتاع الحكم المساعد دائما قاعدين نشاهدوا فينا من مركب فايف ستار بالتحديد ملعب خليل القروي وين دور مباراة الجولة التاسعة من المجموعة الأولى تعتبر قمة كروية بين زوز الجمعيات ومجيرين يعني باب الخضرة وريانا زوز مدن موجودين في تونس العاصمة تمشي كرة رامي التماس يعني في كل مرة وقت مشينا شوية هكا الجنوب الساحل توا تونس علاش ليه يعني في كل مرة الفرق اللي ما تمش نقلهم تلفزي باش يكون نقل تلفزي مباشر لأبناء الجهة وللتعريف كذلك بكل مدينة التعريف بتاريخها وإذا يعني الهدف اللي نعملوا عليه والكرة تمشي أرضية عند حرس المرمى هذه إيه المرة ماهيش قوية تزيدت أسامة تمشي كرة رامي التماس يغطي عليها ممتاز أشرف السوايح بالنسبة لريد وولف نحكيه يعني أمور حسابات ألعب 7 ماتشوات أربح 4 مباريات وتعادل في زوز وخسر مباراة خليت خزينة الفريق تسجل 20 بونتو وتقبل 14 لتكون حصيلة النقاط 14 نقطة بالنسبة لجمعية ترونجا وخلنا نتابعوا الكرة والهجمة لكن افتكاك كرة ممتاز انزلاق بالساق تبعد دون خطورة جمعية ترونجا لعبت 7 ماتشوات ربحت 5 مباريات وتعادل في واحدة وخسر في واحدة خليت العداد يسجل 37 بونتو ويقبل 16 هذاك علاش يعني ميزانية خزينة الفريق 16 نقطة تمشي كرة على الجهة اليمين دائما لريد وولف يدور بالكرة ممتازة للمراوغة لاعب حركي ممتاز يتحرك على الطول وكذلك على العرض فنيات يعني كبيرة برشا لهذا اللاعب حاليا قاعدين نشاهدوا في حرس المرمى حارس جمعية ترونجا بليل بركات ملقى على ذي الميدان ان شاء الله سلامات وان شاء الله يرجع لباس لمواصلة المباراة وكذلك لعب جمعية ريد وولف كما تراو بعض المسؤولين اللي حاضرين اللي كنا يعني اعطيناهم سميناهم في التقديم المباراة يحضروا يتابعوا الميني فوت مازال ملقى حارس المرمى الاسعافات ان شاء الله يرجع ويقوم لباس خاصة يعني بليل بركات اللي كان الصد المنيع كان وحش المرمى اللي ترونجا منع يعني كاج اكثر من مره السيد اللي يقول لك يعني وقت جيت الزيده لجمعيه ريد وولف يتصدى يمنع من الزياره الرسميه وكذلك الراو فيه توصيات تكون دائما داخل منطقه العثره وقت تبدا كوره ركنيه لابناء ريد وولف بالنسبه لترتيب الهدافين فما بسام عماره عنده 10 اهداف من نادي الرياضي الشابي يعني توا نعطي فيكم كما تراو فيه يعني سيدي بايبي شيخ مع المباراة عمل جو مع فنيات شبابنا وأقدام أولادنا اللي قاعدة تمتع فينا يعني بالنسبة لترتيب الهدافين مش في المجموعة هذه سيدي المشاهد يعني المجموعة هذه صحيح قاعدين نشاهدوا في مباراة لكن الترتيب هو ترتيب القسم الأول باسم عمارة عنده 10 أهداف من نادي الرياضي الشابي كما قلنا عماد كعوينة 10 أهداف كذلك من الجمعية الرياضية بي أوتيك حمزة بن مسعود 9 أهداف من ديوان المواني البحرية والتجارية بحلق الواد وليد بركات عنده 8 أهداف من جمعية ترونجا واسكندر اللومي 8 أهداف من نادي الرياضي القيرواني تمشي كرة ملعوبة لأبناء ترونجا على اليسار يحاول يمشي خالد بن عمار يدور بالكرة يستحفظ عليها لكن يدخل نجم الدين الذيب نجم الدين الذيب يقول له ما نخليكش تمر ما نخليكش تمشي لمنطقة الجزاء وقت تخلص كاش تمشي كرة رامي التماس لأبناء ترونجا يحب يسجل الثالث
12 دقيقة في الشوط الثاني ملعوبة مع زميله الوالد بركات، لكن افتكاك كورة وترجع من جديد لترونجا، اختيرة الكورة اختيرة باش يسدد، لا خير يلعب على اللي صار مع زميله الظهير الأيسر سليم جاور اللي حاب يوزع الكورة لكن تمشي تغادر إلى رمية التماس ملعوبة إلى السلامة إيتم الشرتي ثم مع جلول أمامي لمسات أنيقة أرضية يمشي ممتاز حسام الشوالي يهرب على الجهة اليسار لكن رمية التماس يدخل وسامة وأيمن عويشي رمية التماس ملعوبة بسرعة يحاول بالنسبة لفريق ريد وولف يرجع في النتيجة الوقتية الانتصار ليبنية ترونجا والكرة تمشي لحارس المرمى بليل يلا يا بولبل يلعب الكرة مع المدافع شياب البوسيلمي شياب إلى وسط الميدان إلى زميله أشرف السوايح شمال أشروف هذا ممتاز لقطة فنية بالقدم لكن في مرة ثانية تتفك وترجع على اليسار إلى أشرف ثم تزيد بجانب المرمى بجانب المرمى هذه المرة هذه المرة دون خطورة كرة عند اللاعب رقم سبعة نجم الدين الذيب ثم عجل اليسار الكرة كليا عبد الرزاق النفاتي فما مخالفة ارتكاب المخالفة من أيمن عويشي عثمان تمريرة يلعب يحاول واحد اثنين مع زميله اسلام الجاور الكرة تمشي افتكاكها افتكاكها متفتن هذه المرة حسام الشوالي يمشي يربح الوقت ويربح كذلك الامتار يعمل مراوغه يفسخ لول تمريره في مرة الثانيه لكن يرجع ممتاز ممتاز برافو ايمن عويشي كما تسمعوا حتى ممكن زملائه وكذلك بعض الجماهير تشجع فيه تفتن الاخير للكوره على خاطر ممكن كان مشي الملاعب نتاع جمعيه اريانا كان ينجم يسجل الثالث وقتها يقتل المباراه بطبيعة نحبوا يعني التشويق نحبوا التسابق والتلاحق أنا ننتظر هدف يكون لجمعية ريد وولف وقت المباراة باش تولع باش تسخن أكثر وقت الترونج تقول لك يلزمني نقدم السجل الثالث في المقابل جمعية ريد وولف يولي عندها أمل أكثر تقول لك نرجع المباراة على الأقل نخرج بنقطة تطلع بكورة لكن افتكاك من المدافع ممتاز محمد ديال القرقني لكن متفتن في مرة ثانية اسلام جاور اسلام تمشي لعثمان يبادل مع زميله تمريرة دخول حاليا في هذه الايونة يعني في الدقيقة 14 بالتحديد الزوز في رقف التسرع لازم نحاولوا يعني نبنيوا الهجمة نحاولوا نضغط ونخرجوا إلى المناطق الأمامية احتلال المناطق المنافسة لكن نمشيو مركزين للزوز في رق جمهور اللي تراو فيه ممكن جمهور ريد وولف ينتظر الاهداف يستنى في زياره لمرمى بليل بركات باش تلعب الكوره مخالفه لابنية ترونجا ايوب وحاشب باش يلعب المخالفه كوره مجنبه هذه المره على الكاج اكثر المخالفات اللي رينيها يعني اغلبها مقابل الكاج توا مجنبه وبساقه اليسار ايمن عويشي امام جدار مزوز ملعبيه يموه ثم التمريره الى زميله اشرف السوايح تزيده لكن ما تمرش متفتل ليها وسط الميدان جلول الامامي تمشي كوره والمنظر الهجومي معاكسه لكن افتكاك يعني مايسترو وسط الميدان ايمن عويشي ثم توزيع الكره تمشي لحارس المرمى بدون خطوره الكره الاخيره على الجهه اليمين لكن حارس المرمى يخرج ممتاز في خطه مدافع يخرج يخرج الكره يرمي التماس بليل بركات باش تلعب رامي ثلاثة ميس رامي ثلاثة ميس نجم الدين الذيب أو مالك العوني يمشي بالكرة يدور بها يحاول يبحث على الطرق المؤدية لحارس جمعية ترونجا يربح جمعية ترونجا رامي ثلاثة ميس الريتم تاعها شوية حاليا في المباراة يعني بداية الشوط الثاني كانت ممتعة ممتازة خاصة لريد وولف لكن ممكن معنوين تمس وقت قبل الهدف الثاني ترجع الكرة على الطول ممتازة ملعوبة من أيمن عويشي لكن ترجع من جديد لأبناء ريانا جلول أمامي
ثم زياد العمري. كرة من عبد الرزاق النفاتي يلعبها داخل منطقة الجزاء لكن ممتاز ارتمائها في الوقت المناسب الحارس بلال. أين أنت يا بلال؟ ما زالت الزيارات الرسمية غايبة على الشباك نتاعك. لكن في المقابل وائل الهلالي زاروه مرتين بالنسبة لأبناء ترنجة. تمشي كرة في وسط الميدان تمشي على اليسار ممتازة المراوغة لكن فيها أنذار. فيها مسك من القميص من كابيتانو الفريق كابيتانو جمعية ترنجة أيمن بن خليفة الريفع. وكذلك الحكم يسند الأنذار الريفع. مسك من القميص يقوم سلامات لاعب جمعية ريد وولف زياد العمري. يعني كيما قاعدين نشاهدوا في الروح الرياضية نتمناو بطبيعة الحال يعني بقية الفرق يكونوا يعني منافسة تكون نزيهة وشريفة باش يكون عندنا متابعة في قادم الأيام. كذلك نقل الحي لكل المباريات تقريبا في كل مرة في كل جولة يتم اختيار ثلاثة مباريات نهار الجمعة السبت لحد حبوا الراو يعني المتعة حرارة الأقدام وكذلك الراو الروح الرياضية تلعب الكرة خارج المستطيل هذه المرة. يعني ميني فوت اللي أصبح ممكن توا يعرف بالجهات خاصة من خلال الشراكة مع قناة نسمة اللي قاعدة في كل مرة تحاول ثقافة جغرافية حتى لأبنائنا يعرفوا المناطق نتاعهم ولما لا كذلك تكون مورد رزق للملاعبية بما أنه يعني فيها احتراف. وتو نحكيو يعني في التعليق نهار الأحد على المباراة اللي باش تكون يعني في النقل المباشر بين الاتحاد الرياضي بالحمامات والملعب الرياضي بدار شعبان الفاري. ملاعبية لعبوا في الحمامات وخذيهم جمعيات كبار. يعني لعبة كرة القدم ب 11 لاعب يعني ولا تو كذلك إغراءات كذلك بالمادية للملاعبية. يعني تو الملاعب ينجم الميني فوت يكون هو وسيلة لتحسين الظروف المادية والكرة. ضربة مخالفة باش تكون لأبناء ترنجة. سيف الدين مرابط أمام الكرة هو اللي باش يلعب ضربة المخالفة. في المقابل جدار من زوز ملاعبي كحائط بشري والجمهور ينتظر السيارة الرسمية وينتظر تسديدة ساحقة صاعقة لكن في الجدار هذه المرة. في وسط الميدان لأبناء ترنجة حلمي نغموشي يتفنن يعمل الومضة الهجومية لكن التمريرة تمشي لجمعية ريد وولف. فما مخالفة يربح المخالفة زياد العمري. كرة باش تلعب لصاحب المرتبة الرابعة ب 14 نقطة لكن تمشي رمية تماس أو لا ما خرجتش الكرة تمشي لأبناء ترنجة على الجهة اليسار. عندهم الملاعب اليسير يتحرك برشا ممتاز أيمن بن خليفة شهيران ريفا ترجع في المقابل لحسام الشوالي زياد العمري لكن متفتن يخرج الكرة أمام التميز أيمن عويشي متفتن ليه خرج الكرة تتلعب دائما في المحطة الدفاعية. التمريرات الأرضية التمريرات البطيئة الأنيقة تمشي ممتازة لكن متفتن يفك له كرة سليم جواد تمشي لأبناء ترنجة على الجهة اليمين شد الكرة برشا كان يطلب فيه زميله أيوب بوحاشبة في الكرة. على كل ممكن كان أناني شوية في الكرة الأخيرة تمشي عثمان يمشي بكرة ممتاز يربح المخالفة. انذار هذه المرة لشكون ننتظروا يعني بشكون المباراة تكون فيها يعني انذارات شوية مش برشا. هذا ثاني انذار في هذه المباراة للاعب جمعية ترنجة مخالفة في مناطق ابناء ريانا تتلعب كليا يبدلها على الجهة اليسار ثم توسيعها فوق المرمى رغم انه يعني حارس المرمى تبع الكرة زينها بلغة الكرة تمشي ركنية ملعوبة أرضية خرج منطقة الجزاء ممتاز التسديدة وحارس المرمى التصدي والارتماء ممتازة جدا يخرج الكرة يأجل التسديدة تمشي إلى ركنية. هاي الصورة والإعادة مشاهدينا الكرام حارس المرمى
تمشي هذه المرة السلامات بعد يعني الكرة الأخيرة اللي كانت زيارة ودية قريبة من الكاش. حارس السلام مرمى ممتاز بلال بركات، بارك الله عليه. الحارس هذا نقطة قوة نجم نقولوا جمعية ترنجة. شمشي كرة من حارس المرمى، دائما في المحطة الدفاعية ملعوبة من عثمان مع زميله عبد الرزاق النفاتي. تمريرة على الجهة اليمين توصل نجم الدين الذيب، يلا يا نجم يعطي التمرير الى زميله ملك العوني، حاول تزيده ممتاز ممتاز حارس المرمى. كما قلنا يعني بلال يبدو اليوم في نارو، اكثر تقريبا من 5 كرات صدى لهم من الشوط الاول للشوط هذا، وترجع الى المدافع حسام الشوالي يمشي بها على اليمين، ثم التمريره تمشي مباشره تغادر المستطيله الصغير في تقريبا 22 دقيقه من هذا الشوط الثاني، ودائما النتيجة هدفين مقابل صفر لأبناء جمعية ترنجة لأبناء الكوتش رياض حمدية. الجمهور جمهور ردولف ينتظر الهدف، لكن هذه المرة كانت ممكن الأسبقية للجار لأبناء باب الخضرة. بالنسبة لردولف لعب كرات حاول يوصل لمرمى المنافس، لكن ممكن تكتيكيا المحطة الدفاعية معدلة بالباهي، معرفش يكشف الرمز السري ابناء عمر نفيض. تمشي كورة عثمان يمشي بالكورة يربح الامتار، ثم يلعب تمريرة مع الظهير الايسر لفريق وادم الشرتي، يبدل من جديد على اليمين مع زميله زياد العمري، كورة على اليمين في مناطق جمعية ترنجة بالقدم، حاب يعطيه التمرير لكن تمشي كرة رامية التماس، رامية التماس 23 دقيقة 30 ثانية في الشوط الثاني، بديت ممكن الأمور تصعب شوية تصعب على فريق جمعية ريد وولف. ملعوبة من اللاعب أيوب بوحاشبة في مرة أولى، لكن شنو يقول الحكم؟ يقول ضربة مخالفة لأبناء ترنجة. تمشي كرة مخالفة ملعوبة لكن يبقى رضية الميدان، ما فماش مخالفة. تمشي لردولة في التسديدة، لكن تمشي رامي التماس، التسديدة كانت من حسام الشاويري، تمشي رامي التماس ملعوبة. دائما لأبناء ردولة الذي يعني حب يسجل هدف لما لا يرجعوا في آخر دقيقة من هذه المباراة، يربح المخالفة كورة عالجهة اليمين للحارس بلال بركات أمام الكرة، لاعب وحيد كجدار أو يلتحق به زميله زوز سوا، لازم يحاولوا يسكروا الطرق المؤدية لمرميهم لبلال بركات. تلعب الكرة بالقدم حضر زميله أسامة، ثم تمشي الكرة كما جات بعدها تمشي إلى رامية التماس، رامية التماس يعني إذا ينتصر يعني اليوم بالنسبة لترونجا مش يولي عندها في الخزينة 19 نقطة، في المقابل جمعية ردولف تقعد عندها 14 نقطة. ملعوبة الكرة على الجهة اليمين عند اللاعب جلو الأمامي، يحاول يعمل المراوغة ثم تمريرة توصل لزميله اللي بنفسه حب يمر حسام الشوالي، مخالفة يربحها ممتاز في الكرة الأخيرة، يعطيهم الصحة يسلموا على بعضهم يعني يطلب السماح من زميله. هذه هو لعبة كرة القدم المصغرة، الروح الرياضية قبل كل شيء. تمشي كرة في وسط الميدان، تسديدة من عثمان بعيدة للتسديدة الأخيرة. 25 دقيقة مشات وفات من الشوط الثاني، قاعدين نلعبوا في دقيقة يعني من الوقت الإضافي. تلعب الكرة على الجهة اليمين تمشي لأبناء ترنجة، ملعوبة الكرة كاد يسجل ممتاز، كاد يسجل لكن حرس المرمى على طريقة حراس كرة اليد بساقه، يخرج الكرة إلى ضربة الركنية ممتاز في الكرة الأخيرة وإلى الهلالي. ملعوبة توزيعة خرج منطقة الجزاء، تمشي من جديد زياد العمري في العمق في السلاميدين الى الجلول الامامي، ثم افتكاكه من ايمن عويشي يمشي يقرب منطقه الجزاء، ثم تمريره الى زميله اختير الكره لكن حاضر امامه عبد الرزاق النفاتي. تمشي كره
يخليه يضغط يرجع بالكرة إلى الخلف إلى حلمي نغموشي، يمشي كرة هجمة معاكسة من جديد مع الإنذار يبدو لي، يربح المخالفة أبناء جمعية ريد وولف أبناء أرينا. حكم يطلب يعني من لاعب جمعية ترونجا باش يجي يعني الإنذار. وليد بركات مشكورين كل الزملاء، مشكورين كل الزملاء اللي قاعدين يعاونوا فينا على الصورة اللي قاعدة توصل فيكم في الإخراج، بسام بوسالمي قيس كذلك زهير، وكذلك في الصوت يسرى مسعودي، وفي الإعداد أحمد الصحراوي. تحية لكل الزملاء وكذلك لكل اللي قاعدين كذلك يصوروا في الميدان يوصلونا في الصورة، مشكورين. نهاية المباراة على نتيجة هدفين مقابل صفر لأبناء ترونجا أمام جمعية ريد وولف. البروتوكول قام ضربة البداية الملعبية يسلموا على بعضهم التحية، كذلك نفس الشيء نهاية المباراة تكون معها كذلك بروتوكول طاقم تحكيم المباراة. زوز الفرق أبناء أرينا وكذلك أبناء باب الخضر اللي تحية ليهم الكل وإلى كل المشاهدين اللي تابعوا المباراة، أرينا فيها المتعة والفرجة والكرة. بروتوكول المباراة الملعبية يسلموا على بعضهم. توا باش نرجعوا إلى زميلي مختار الشيباني، تحية ليه وإلى كل مشاهدينا الكرام. شكرا لك فخري الطهري، كنت في التعليق على مباراة نادي ريد وولف أرينا وجمعية ترونجا. انتصار جديد ومهم لنادي ترونجا 2-1 ضد ريد وولف خارج القواعد، أهداف خالد بن عمار وخالد العبدلي. ترونجا يرفع رصيده ل 19 نقطة من 6 انتصارات، في حين نادي ريد وولف يستقر رصيده في المرتبة الرابعة عند 14 نقطة. مباراة كما تفرجنا فيها كانت يعني فما برشا كورة وبرشا متعة. احنا نذكركم بالمباريات اللي تنجموا تتابعوهم معنا على قناة نسمة لايف وموقع نسمة سبور. غدوة من ملعب نزول الحبيب في المنستير المستقبل الرياضي بالوردانين ينزل ضيف على الأهلي الساحلي، بينما انهار لحد النادي الاتحاد الرياضي بالحمامات ينزل ضيف على الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري. المباراتين غدوة وبعد غدوة مع ماضي 3 وربع أكيد تتابعوهم على نسمة لايف ونسمة سبور. احنا بالبرنامج المباريات ما بقى لنا كان نقول لكم يعطيكم الصحة على متابعتنا وشكرا. ملتقى غدوة.